مما يروى في سرعة البديهة ما حكاه صاحب الدر السمين في أسماء المصنفين. قال: قرأت بخط الأديب ياقوت الحموي. قال: حدثني القاضي الأكرم ابن القفطي وزير حلب. قال: كنت في موكب القاضي الفاضل ونحن سائرون، إذ عثر فرس القاضي الفاضل والعماد الأصبهاني إلى جانبه، فقال مسرعا: سر فلا كبى بك الفرس. فأجابه القاضي الفاضل من غير توقف: دام على العماد. يعني أنه رد عليه بنفس الكلام، أن الجملة الأولى تقرأ من آخرها كما تقرأ من أولها، وكذلك الجملة التي رد بها عليه. وهذا الابتداء والجواب يقرأ من آخره كما يقرأ من أوله، وهو عجيب، فإن كل واحد منهما لو فكر في هذا يوما ثم أتى به كان عجيبا.